لك أن مشتغلي بطانية زرقاء لابن أحمد ومخبيتي له إياها. مزبوط اشتغلت، بس ما شفتها معك ولا مرة. أنا عملت هيك مخصوص، اشتغلتها من وراك. ويا ترى عطيتي إياها؟ كم مرة رحتي شفتيه؟ مرة، وقتها كان أحمد عايش لسه، ما تحملت. يعني من زمان، ومع هيك ما خبرتيني لهلأ أنك شفتي ابن أحمد، ما هيك؟ ليش ما عم بتقول شوفي حفيدنا برهان بيك؟ كنان بيضل من لحمك ودمك. إذا مفكر الضفر بيطلع من اللحم بتكون غلطان. قد ما تجبرت وكابرت على حالك وضليت تقول ما عندي ابن اسمه أحمد رح يضل ابنك، لأن الحقيقة وكنان إن قلت إيه وإن قلت لا بيضل حفيدك الوحيد.